زيد لهنا عندك تبان الطبلة. عندك مبلوكر عندك ضيبات مسح داكشي. نحكي مزيان كل حاجة عندها ميكروفون. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره من الاقليم اللي توضبت. متابعي قناه الشاب من زايده، شابه اللي ضاعت في الدنيا بعد انفصال ديال الوالدين وخرجت كتخدم في الطيور في سن ديال 10 سنوات، يعني كانت واحد المعاناه اللي هي في سن ديال 3 سنوات. واكيد متابعي قناه شوف تيفي غادي نعرفوا يعني القصه ديالها وتم الاستغلال ديالها وكذلك في الفساد والتحولات لام عازبه في الحقيقه. متابعي قناه الشاب قصة اللي هي جد مؤثرة، وأكيد متابعي قناة الشعب غادي نلقاو معها. السلام عليكم لالا. السلام سيدي. متابعي قناة شفت بأنها يعني الله يحسن الأحوال الجميع، أنها ما تبانش يعني بوجه مكشوف، لكن غادي ناخذوا القصة وناخذوا العبرة وكذلك حتى منها والنصيحة لكل بنت وكل شاب وكل أب وكل أم، وكذلك يعني عرفت الأحوال ديال الآباء وعرفت الأحوال ديال الأمهات وعرفت يعني أشنو وقع في الدنيا والدين. ونخليوكم معها متابعي قناة الشعب. السلام عليكم لالا. السلام سيدي. راكي في البث المباشر، بغينا نسمعوا القصة ديالك وكذلك العبرة اللي غادي تعطيو الرسالة لكل شاب وشابة. القصة ديالي ماشي بحال جميع القصة الناس، أنا قصتي بوحدها، أنا قصتي دمرتني أنا يا العائلة ديالي. أنا الوالدة ديالي كانت مريضة بالسكر وكنت ناعسة في الطبيب لمدة عام كامل، ومن بعد جات بنت خالتي اللي خالتي عطاتنا بنتها باش تقابلنا حيت حنا كنا صغارين، كنا من عام حتى لست سنين. هادو الخوت يعني من عام حتى ثلاث سنين. حنايا بقينا جالسين عايشين عام كامل، امي تقاد لها السكر خرجها الطبيب قال لها سيري لدارك. تما وقع اللي وقع، شافت شي حاجه ما عجبتهاش طاح لها السكر، نزوها للطبيب رجعات ماتت دفنوها. هي حسره بنت العائله دفنوها. جات بنت خالتي هي اللي تزوجت بالوالد ديالي، هي اللي قابلتكم في الطبيب، هي اللي قابلتنا في ذاك العام كامل اللي كانت امي في السبيطار، وهي اللي تزوجت مع الاسف بالوالد ديالي وتزوجت به، وهي سبب الدمار ديالي ماشي غير انا، خوتي كاملين خرجتنا كاملين نخدموا. ثم اربعه ديالكم؟ حنا اربعه، خويا معوق كيقدرش يخدم، حنا بنات بثلاثه بينا اللي كنا قادين نخدموا، مشينا كنخدموا في الديور، خدمنا حنا في الديور باش يعيشوا ولادها، خدمنا با في الديور الله يسمح له باش يعيشوا ولادها وباش يقراو ولادها وباش يكبروا ولادها، ولادها قراو وكبروا. يعني ايه وصلوا ليهم اخوتي. من بعد ما بقيتش قادة نخدم، صافي عييت بالخدمة ديال الديور، عييت. جيت 10 سنوات خرجتي انك تضرب الثمانة وتمشي. خدمت ربع سنين ولا خمس سنين، كانت عندي 14 عام ولا 15 عام. فاش رجعت للدار دابست مع مرت با، با وسني المحطة جرى عليا قال لي ما تعاوديش تدوري هنايا في الدار حيت ما بغيتيش تخدمي وما بغيتيش تجلسي تخدمي في الديور، غادي تمشي في حالك. تما كنتلاقى واحد السيد لقاني تنبكي في المحطة، قال لي مالك؟ قلت له مالي مالي مالي. قال لي واش تزوجي بيا؟ انا فرحت
قلت لي ايه كي كتعيشي داك الدمار وداك الانفصال وهذا اه الانتقال ديالك وها وانا الفرق ديال الاب ديالك ديال الوجه الزوجي فرحتي؟ فرحت، قلت لي اوكي. مشيت معاه، داني معاه الحجب في 93، مشيت معاه قال لي نديك عند خالتي. مشيت معاه كنلقاش مع الاسف خالته، كنلقى دار الدعاره وانا ما عرفتش واش هذيك دار الدعاره. خلاني تما، مشيت ليا السيده دار الدعاره، يعني تم الاستغلال ديالي، الاستغلال ديالي. واحد الباترونه ذاك اللي لا ماشي هو اللي هو شد الفلوس ومشى بحاله، يعني هذا هو اللي كاين، يعني دار كيما قال باعك. اه هو باعني، كنعرفو كلنا بالله، كانوا البنات كيتباعوا في الحجب كان ديك الوقيته، فهمتيني؟ كلشي هادشي المغرب كامل كيعرف هاد القضيه ماشي غير انا. مشيت هكاك، بقيت هكاك صافي، بقيت كنضطر من قنت لقنت من قنت لقنت من قنت لقنت من قنت لقنت. المهم دابا احنا وصلنا لهنايا، ترى جينا مع با ولينا تنمشيو عندو، اللي تيجي عندنا للدار. عافاك شحال ونتي يعني في سن، يعني حطك في الحجب شحال ونتي في الحجب ومع يعني في ديك الدار؟ 3 سنين. 3 سنوات. 3 سنين كان وقع لديك السيده واحد المشكل، وتشدات في الحبس جداو هاد الجندارم، وتشدات في الحبس. من تما حنايا قدرنا باش نهربوا، حقاش ممنوع باش تخرجي. من تما قدرنا باش كل واحد يمشي بحاله، فهمتي؟ كل وحده فينا كانت في دار وحده، ديور ديال الدعار وكذا. اه كان الدار كبيره، كنا فيها بشي 30 وحده ولا هذا سميتو. وكانت فاش شدات هي وقع المشكل وشدوها الجندارم قدموها تعتقلات، حنايا قدرنا باش كل واحد مشى بحالاته، فهمتي؟ كل وحده مشات بحالها. كنت صافي، يعني ما عرفتش انا فين غادي نمشي، بقيت كندور من بلاد لبلاد حتى جيت لهنا ومرضت، وانا دابا مريضه بالقلب، وكنشرب الدواء وانا جالسه. مرضت اه مرضت مرضت انا، يعني مخنوقين وعندي تسمامة ميته وصافي. وحنايا دابا بقيت هنايا الحمد لله. انت كتشوف انا درت المحل ديالي، انا جالسه تنخدم هكايا وصافي. هذه هي القصه ديالي. يعني من بعد ما انك رجعتي من الحجب، من بعد ما انك تحولتي من اعتذارتها من المتابعين، يعني كيف ما قلنا بعد ما تم الاستغلال ديالك يعني في الدار الدعره في الحاجب، واللي وضعك فيها واحد يعني واحد الذئب بشري من مدينه اخرى، وقال لك غادي يتزوج بيك، لكن هو اختار فارسته بواحد الطريقه اللي هي هو كيعرفها وكيعرفها مجموعه ديال الناس اللي كيديروا ديك المهنه، لانهم كيشوفوا بنت كيديوها لواحد الاسم اللي كنسميوه حنا باترونا. هاد الباترونا هادي اللي كيكونوا عندها مجموعه ديال الاستغلال ديالهم، اللي كل وحده كتجي من منطقه، من مدينه ولا من منطقه، وكيتم الاستغلال ديالهم، وكيجيو بعض ربما كيجيو مسؤولين، يجيو المواطنين عاديين، كيجيو سميتو باش انهم يجيو لعند ديك السيده وكتبيع فيهم وتشري بالقدر اللي بغات هي. عمركم انتم تخلصتوا انتم من يد الزبون؟ كنتخلصوا، حنا اللي كنتخلصوا، هي كتشدهم في العشيه من عندنا. الحاجه اللي شديتوها ما كتقدروش تخبيوها؟ لا ما عندكش فين تخبيها بعدا اصلا، يعني واكلين شاربين في الدار، يعني جالسين كتعوم تما، كتجلس تما، ممنوع الخروج، ممنوع حتى شي حاجه، جالس تقريبا. قولي لي يعني المدن اللي كانت هناك، يعني حيت نقول لك المدن اللي كانت تما، يعني الفتيات يعني البنات اللي كانوا تما تقريبا، ها نقول مثلا هذه المدينه وهذه المدينه، بحكم انك جلستي معاهم وعرفتي كل وحده فيهم. كانوا بزاف البنات، بزاف من المغرب كامل، كانوا المغرب كامل، كانوا كيجيبوه هما. هذاك السيد اللي كان معاه هو تيجيب هذاك، كيجيبوا لها الناس البنات، بحال هذاك اللي جابني انا كيجيب لها وحدين اخرين، فهمتي؟ يعني وكيتم الاصطياد ديالهم في المحطات، في المحطات، في الطريق، في الجرده، في كل وحده والظروف ديالها، كل وحده كيفاش كيصيدوها، كل وحده كيفاش كيجيبوها. كيفاش عشتي الظروف ديال 3 سنوات وانتي في ديك الدار؟ عشت، اش غادي نقول لك؟ ما عرفتش كيفاش غادي نشرحها لك كاع، انا ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لك كيفاش عشت. انا كنت صغيره، فهمتي؟ يعني ما كنتش كنعرف حتى شنو كنت كندير. يعني في السن تقريبا 14 سنه مشيت.
يعني انا براسي ما كنتش كنعرف حتى شنو كندير. 14 سنة شتي 3 سنوات ما 14 عام حتى درت 17 سنة. درتي 17 سنة يعني ممارسة الظاهرة والفساد في مدينة الحاجب في السن يعني اللي هو ديال 14 سنة حتى درت 17 سنة يعني 3 سنوات مازال انها بنت كنقولوا احنا كنسميوها بنت الوكيل يعني مازال ما بلغاتش مازال سن الرشد ما وصلتوش 18 سنة اللي هو سن الرشد وربما اننا خصنا نشوفوا حتى اكثر من 20 سنة لكن 14 سنة دخلتي لهذا العالم وماشي لله في سبيل الله كما كيقولوا الظروف هي اللي خلاتك انك تمشي قبل يعني فين تحطيتي في ذاك الموقف واش كنتوا كتستعملوا الهاتف ولا ما كنتوش كتستعملوا؟ لا ما كانش الهاتف بعد اصلا ديك الوقيته انا تنقول لك هادشي راه في 93 يعني من ما كانش الهاتف ما كانش اصلا كان غير الفيكس كان عندها في بيتها ساده عليه ودايره له القفل مصير ديال الاخوان والاخوت كنا خرجنا فاش خرجنا كل وحده مشات لبلادها مشات لبلادها الا انا الا انا لحقاش با كان حالف عليا في ديك الساعات الا انا لحقاش كل وحده مشات لدارهم كل وحده مشات لبلادها الا انا اللي ما كانش عندي فين نمشي بطبيعة الحال كانت الدعارة هي اللي خصني نمشي لها هي الملجأ الوحيد هي الملجأ الوحيد والباب الوحيد اللي كان خصني نمشي له صافي ما كانش شي حل من غير هذاك من بعد انك نجبتي يعني ولدي من بعد انك ولدي اه كيفاش دايره حياتك دابا حياتي دابا مزيان الحمد لله دابا غيرت حياتي لراسي وبنيت حياتي لراسي ما بقاش عندي شي حد اللي دابا يعني بحال بغيتي تقول انا بقيت كنعرف بلا كاين كنعرف بلا كاين الله كاين الموت فهمتي المرضى اللي مرضت انايا فاش مرضت ومشيت نعست في الرشيديه في السبيطار ودزت من بحال بغيتي تقول بقيت تنطلب سيدي ربي وتنقول له يا ربي اعطيني القوه واعطيني فرصه اعطيني فرصه باش نعيش باش نحيد داك الغلط اللي درت فهمتيني باش داك الغلط اللي درت اكما هاد المرضى هادي اللي جاتني اكما سيدي ربي عطاها ليا باش نفيق فهمتي باش نفيق من داكشي اللي كنت كندير حيت انا كنت كندير حوايج خايبين بزاف فهمتي يعني انا لقيت راسي هكا بقيت غادا هكاك فهمتي حاولتي ما امكن فاش هاد الامتحان قال لي فيقي بحال ربي بغاني باش نفيق باش ما نبقاش في داك الدومين باش ما نبقاش في ديك الحياه باش ما نبقاش عايشه ديك العيشه ديال الذل فهمتي عرفتي العيشه ديال الذل هي اصعب عيشه هي هذيك فهمتي بقيت بحال هكاك المهم صافي بقيت غير نوض عطيني يا ربي فرصه راه ما غاديش نعاود نغلط ما غاديش نعاود ندير شي حاجه اللي غادي نغلط فيها عايشه الحمد لله ديك الطريق نحمد الله ونشكره وعيشت وليداتي دابا كنعيشهم حلالا طيبا عندي جوج يعني اعتذار تام لكل المتابعين والمتابعات على هذا المقطع يعني المتكرر ديال شبكه الانترنت ما فهمناش يعني بعض الفترات كيكون البث مزيان وبعض الفترات كنلقاو مشكل يعني في الكونيكسيون وغادي نستمروا ايضا حتى مع هذه الشابه ونستمروا كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي مع هذه الام العازب اللي غادي ناخذوا منها يعني خدينا منها القصه ديالها وغادي ناخذوا عاوتاني العبره ديالها وناخذوا ايضا النصيحه ديالها لكل شاب وشابه وكل واحد يعني في الدنيا شوفوا مسكينه كيفاش يعني قاسات وتقلبات حياتها 180 درجه لدرجه انها ربطات المرضى اللي مرضات كما كيقولوا بمجموعه ديال الحويجات اللي هما داتهم في حياتها واللي كتقول لك ربما كانوا كذا ومشيت فيها للسبيطار وكنقول يا ربي ما نعاودش يا ربي ما نديرش يا ربي ما نديرش ولكن للاسف الشديد راه الظروف هي اللي خلاتها انها تخرج لهذا تمشي لهذا المجال ولكن هي ما مشاتلوش برجليها خرجات يعني الطرد ديال الاب ديالها هو اللي خلاها متابعي قناة شوف تيفي انها تخرج للمحطة من بعد المحطة انها تتلاقى بوحش ادمي
وتلاقات متابعي قناة شوف تيفي بوحش أدبي اللي غادي نخليهم متابعي قناة الشعب. أنا غادي أيضا غادي نستمر في هذا البث، وعفوا واعتذار لكل المتابعين لأن هذا الانقطاع كما من المتكرر في منطقة زايدة. شنو تبغي تقولي لأي شابة ولأي شاب ولأي أم، ولو أنا بغيتني يعني تعطي الحمد لله الحمد لله دابا كلشي تطور، دابا كاينين شي حوايج الحمد لله اللي بقاو كيبينوا كلشي. بالله هاد الطريق هادي بالله فيها مرض، فيها فيروسات خطيره، فيها فيروسات خطيره، فيها الناس كيموتوا هكا قدامك. شحال من شابه كنعرفها انا يهزت الفيروس فهمتيني وماتت هكا قدام عيني كنشوف فيها فهمتي. كنطلب من البنات كاع البنات كنطلب منهم كاملين ما يتلاجئوش لديك الطريق الكحله الخايبه. كيقولوا الظروف الدمار هذاك كنحسبوا انا دمار، علاش هذاك دمار؟ عرفتي شنو هو الدمار؟ هو الدمار هو فاش يوقف عليك الراجل ويعطيك الفلوس وتجي يعطيك الثمن باش نعسي معاه، هذاك هو دمار، هذاك هو اكبر دمار. وما عرفتيش شنو اش من فيروس هز معاه غادي يحطو فيك وغادي يزيد في حالته فهمتي. انا كنطلب من جميع البنات ما يمشيوش لديك الطريق. كيف ما قلت لك بانهم كيردوها بالظروف؟ انا تنقول انا تنخلي الظروف فهمتي. لحقاش دابا تنقول كان ديك الوقت بنات مشات، دابا حنا في 2024 كلشي كاين كلشي باين، الامراض باينين كلشي باينين. انا كنعرف السيده مرضات بالسيده فهمتي، يعني ولادها مسكينه والولد البيبي في كرشها، في كرشها تدمر، في كرشها خرج الدنيا مدمر، خرجت على راسها وخرجت على البيبي، البيبي في كرشها، في كرشها خارج مدمر فهمتي. كنطلب من البنات كاملين، بنات كاملين، هاد الطريق خطيرة بزاف ما يمشيوش فيها. بغى يوقع اي مشكل وقع يقدر يتحل، ما كايناش غير الطريق اللي غتحلو، كاينه طريق اخرى. الله يبارك فيك سيدي. هذه هي النصيحة المتابعه قناة شوف تيفي. كيف ما قلنا الشابة ام عادي اللي شافت يعني الحلوة والمرة وعاشت الحلوة والمرة، اللي شاف الظروف قاسية وعاش الظروف قاسية محضة اللي هي 100% ولا أكثر من 100%، ماشي أي شابة اللي غادي تجيبها الآن في 2024 في 2023 في 2025 وتربط الفساد والدعارة بالظروف، وتربط الفساد والدعارة بماكينة مجموعة من المدن المغربية ولا هذي. فطريق كما سمعتوا طريق الفساد والدعارة كيدمر النفسية وكيخليك تستقي مجموعة من الأمراض، واللي كيخليك دمار شامل للحياة كلها. ام عادي متابعي قناه شوف تيفي اللي كتقول لك لولا مجموعه من الحويجات اللي هي شخصيه، لو انني بنت بوجه مكشوف ونبين وجهي ونقول للعالم ها اللي عشت وها القصه وها النصيحه اللي بغيت لاي شابه. سمعتوا الشاب، سمعتوا هذه الشابه هذه شنو قالت؟ قالت لك اي واحد يا ايتها الشابه اللي غادي يعطيك الفلوس باش انه ينعس معك ويطيح معك بهذه اللغه الا وانه هذاك هو بدايه الدمار ديالك. الأم والأب، الأم الله يوليها برحمة الله، الأب مازال عايش مع ولاده. شنو تقدري الرسالة اللي تقولي اللي نقول اللي ماشي الأب ديالي، نقولها لجميع الآبات كاملين ماشي غير با. با مسكين دابا كان في التسعينات كنقول كان مازال شاب دابا، وما دابا كبر ما بقاتش الكلمة كلمته، دابا ولا تكلمت مرته وولاده. أنا كنقول لهادو اللي طالعين دابا احتفظوا على ولادكم، احتفظوا على ولادكم. انا با خلاني هزيت غير قفه ديال الذنوب فوق كتافي فهمتي، قفه ديال الذنوب فوق كتافي، ما درت حتى شي حاجه في حياتي، ما عشت مزيان، ما تبرعت مزيان، استغفر الله العظيم، ما غادي نمشي عند سيد ربي مزيان. يا ربي لما انت تسمح لي في هذا النهار ديال ليله النص ديال شعبان، ربي كبير الله يسمح لي في داك الشيء اللي فات كامل، وما اللي جاي راه ما غاديش نغلط فيه. غفور رحيم الحمد لله، وما اللي جاي غفور رحيم، اللي جاي ما كاينش الغلط ان شاء الله، قادر ربي الحمد لله انه يمحي لك جميع الذنوب ديالك وجميع وكفر على جميع الذنوب ديالك. ربي كبير والرحمه ديالو واسعه وعريضه، ربي كبير ما كاينش شي قنطه وشي ياس، والرحمه ديال الله كاينه. كاين الياس والقنطه مع المجتمع الحقود المنافق اللي في الحقيقه كيفرش لنا فراج ديال الغدر،
كما استغل لك هذا الوحش الادمي اللي هو فرشك بالزواج وفي الاخير انه داك باش انه يبيعك لديور الدعاره. كاينين وحوش ادميه هما اللي كيعمرونا الذنوب، كاينين وحوش ادميه هما اللي كيخليونا اننا نقدروا نغلطوا مع الله، اما ربي الحمد لله كنغلطوا معاه وكنغلطوا معاه وكيغفر لينا ويسمح لينا. الحمد لله ربي ونعم بالله ونعم بالله. قلتي في هذا النص ديال شعبان، فكنتمنى من الله انه يساعدك ويكون معك في الصغيره والكبيره، وفي ما حطيتي يديك وكذلك وجهك تربحي. فاكيد ربي كما كنقول لك ربي راه الرحمه ديالو واسعه وعريضه. نقولي ايضا حتى تزنى يعني الشباب يعني شابات بنات، شنو تقدري تقولي حتى للشباب؟ حتى للشباب، حتى للشباب براسهم هما غدمروا، ماشي غير البنات، حتى الدراري على بالو واش هز الفيروس ما عرفش غير غادي للدمار برجليه. الله يهدينا. هذه هي الكلمه الاخيره متابعي قناه شوف تيفي من قلب زايده اقليم ميلد. الله يهدينا ويكون معنا ويكون مع الجميع، والله يغفر لاي واحد كيف ما بغى يكون متابع قناه الشعب. ربي كيف ما كنقولوا بان الرحمه ديالو واسعه وعريضه وغفور رحيم، ولو انه كيف ما قلنا شديد العقاب، لكن الحمد لله رحمته واسعه وعريضه وربي يقدر يسقينا لغيت فوق ما فوق ما يعني في رمشه عين. فين نقولوا رمشه عين، رمشه عين راه دار فيها سيدي ربي شحال من حاجه، رمشه عين يقدر يغفر لنا ويغفر لنا الذنوب ديالنا. الحمد لله كاين الله ولا حيلة مع الله، ونتمنى كل شابة وشاب وكل هذا المجتمع اللي هو في الحقيقة يعني ولينا كنحسوا فيه واحد شوية، ما غاديش نقول شوية باش حيت ربي خلقه فرق، كاين الخبث كاين الحقد كاين النفاق، هذا هو علاش ديما في جميع اللايفات ديالي كنحاول نقول يعني نكونوا بعضياتنا، نكونوا متحابين لبعضياتنا، نكونوا محترمين لبعضياتنا، نكونوا واقفين ومساندين لبعضياتنا. عاوني نعاونك، ساندني نساندك، احترمني نحترمك، تكون واحد المحبه بيناتنا، تكون صله الرحم بيناتنا، تكون شحال من حاجه بيناتنا باش انه ربي يكمل علينا بالخير. لكن هذا المجتمع الان يعني ولينا كنعيشوه ولا حتى واحد ما كيحترم الاخر، ولا الاخ ما كيحترمش الاخ ديالو، ولا الابن ما كيحترمش الام ديالو، ولا الام ما كتحترمش الراجل ديالها، ولا الزوجه ما كتحترمش الراجل ديالها، ولا الزوج ما كيحترمش الزوجه ديالو، ولا النفاق الاجتماعي ولا الحسد ولا الكره ولا البغض. اكيد اننا غادي نشوفوا غادي نجيو هذيك البيضه الكيفه هي هذه، هذا هو الجيل اللي غادي الصاعد اللي غادي نوليو نعيشوه. لهذا هذه رساله لجميع الشباب، جميع الامهات، جميع الاباء، من هذا الشابه اللي هي ام عازب الان اللي كنتمنى لها من التوفيق والسداد في المسيره ديالها العمليه ولا حياتها كلها. وانا يعني من قلبي كندعي معاه من قلبي وكنقولها سير الله يسهل عليك وييسر لك امورك، يعني باش ان الانسان يجي يقدم واحد القصه، يقدم واحد العبره، يقدم واحد النصيحه، راه يعني الا وانه تأدى في حياته، تأدى في المسار ديالو، تأدى بزاف ديال الحوايج ديالو. كاينين الاباء الله يهديهم، كاينين الامهات الله يهديهم، كاينين الزوجات الله يهديهم، كاينين الازواج الله يهديهم، وكاينين الابناء الله يهديهم، وكاينين بعض الشباب وكذلك الله يهديهم، رجعوا لله. ونتمنى تكون بدايه موفقه في هذا شعبان ورمضان. فالانسان شحال من واحد كنشوفوا انه كيأذيش الناس، كيكمي كيسكر كيدير بزاف ديال الحوايج ولكن ما عمرو أذى الناس، لكن نتوما كتأذيو مجموعه ديال الناس، وفي الاخير ربما هذيك السيده ولا هذاك السيد ولا هذيك الشابه ولا هذاك الشاب كيمشي بواحد الدمار اللي هو خايب وخايب بزاف، راه ربما غير كلمه واحده من فمك غادي تقدر دوب جبل، لكن كلمه واحده من فمك تقدر انك تطيح ذاك الجبل، تهدم له الاخلاق ديالو والمحاسين ديالو وكل شيء ديالو. حتى لا اطيل عليكم متابعي قناه شوف تيفي، واتمنى كل التوفيق والسداد لكل المتابعين والمتابعين. تبارك الله عليكم والشكر الجزيل لكم، وكنتمنى لكم ان شاء الله طول العمر وصحه ان شاء الله اللي غادي تعيشوها بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر، واكيد رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. واختها الله يسهل عليك ويفيد كما كيقولوا يفيد ويرزق عليك حتى تولي تنساي وتنساي جميع كل ما داز عليك. فربي كما قلت لك راه الرحمه ديالو واسعه وعريضه ويخلي لك اميرتك. امين. بارك الله عليكم. دائما يبقى شعاري الخالد هو